First of all, I would like to thank Father Vicente of the Masih and Father Armeya, and also Engineer Murad Mina. They gave me this opportunity to join you in this occasion for the passion of the Coptic hymns with all of you. And before we're talking about the valuable subject, let's explore some basic literature about what's Coptic. Some people think that the word Copt means Christian in Egypt, which is wrong. Copt reflects nationality, not the religion Christianity. And this denotes to the word Egypt. في ناس كتيرة بفكرة إن كلمة قبطي معناها مسيحي. كان بيعجبني قوي الراحل محمد نوح انه كان دايما يقول انا قبطي مسلم، وبيقول لي انا وانت قبطي مسيحي. قبطي يعني مصري، فكلنا اقباط، كل اللي في مصر اصول اقباط، بس للاسف في ناس حطت في دماغها انه قبطي تبقى ديانه، يعني اقباط مصر يعني مسيحيه مصر، ومن هذا المنطلق الناس ابتدت تبقى في تفرقه حتى في كلمة قبطي اللي هي أصول إحنا كلنا أباط، رحنا قاسمينها حتتين وبقت ليها معنى مش كويس. فكبت إيكوال تو إيجيبت إز ذا كونتري بليست باي جيسوس كرايست فيزيت أز ستيتد باي ذا إيديا أوف ذا بروفيت بليست بي إيجيبت ماي بيبول. And what are the Coptic hymns? The Coptic hymns are that immortal musical heritage consists of more than 1,048 hymns. تخيلوا 1048 لحن موجودين في جنسيتنا القبطية. تراث غير عادي. Chanted during 35 ritual liturgies. 36 أو 35 طقس على مدار السنة الطقسية موجود فيهم 1048 لحن. أتحدى واحد في العالم كله يجي يقول لي توجد كنيسة أو مؤسسة أو أورجنايزيشن عندهم 1048 لحن عمرهم 2000 سنة. لو التراث ده موجود عند أي حد أنا مستعد أبطل المحاضرة دي ما أقولهاش تاني أبدا. 1048 لحن يتقالوا في 36 طقس على مدار السنة، وكل طقس يمتلئ بهذه الألحان الجميلة. زي ما حضراتكم شايفين ده حصر معمول أنا مش عامله لوحدي، ده في مجموعة اشتغلت معايا علشان نوصل نصنف الألحان طبقا للطقوس بتاعتها. كل طقس فيه كام لحن ويتقسموا بالمناسبات زي ما شايفين في الباي ده ازاي ان في القداس الحانه واخده حوالي 40%، وبعد كده في جزء ثاني في التسبيحه، وبعدين الاسبوع الالام اللي الناس بتتهم كنيستنا فيه انها كنيسه حزينه والحانها كئيبه. الالحان الحزينه بتاع الاسبوع الالام فقط هي 6%، وباقي الالحان المفرحه في الاعياد زي ما انتم حضراتكم شايفين هي عدد كبير. These hymns survived about 2,000 years by oral tradition only, and flourished in the bosom of the Coptic Church of Egypt. And over time, its tones and moods and scales become rooted on the mouths of the chanters as well as in the heart of all Copts. And throughout the years, many hymns and songs of different nations were composed but soon perished. الحقيقة بنشوف دايما نموذج للألحان اللي بتطلع وتختفي. أنا مش ناسي وأنا في اسكندرية في مرة من المرات كده، مش فاكر في أوائل الثمانينات، كنت كل ما أمشي على البلاج أسمع أغنية اسمها لولاكي. حد فاكر؟ علي حميدة. باي ذا واي علي حميدة كان معايا في المعهد بيدرس معايا، وما كانش يبان إن هو هيعمل حاجة تبقى ليها تأثير، لكن طول ما أنا ماشي الأغنية مكسرة الدنيا. هي مش أغنية، هي لا فيها كلام ولا فيها لحن ولا فيها معنى ولا فيها أي حاجة،
وانتشر انتشار رهيب بحاجة أنا كنت مش عارف أفهمها. يعني إزاي نجحت هذه الأغنية إنها تخترق كل بيت وكل كاسيت؟ إيه؟ عملوا إيه؟ مش عارف. إيه؟ أغنية اسمها الولاد بيسموني. مش هقدر أغنيها هنا دلوقتي. حاجة. هل في حد النهاردة يسمع عن ملاكي اختفت زوم بيرجن انتهت؟ هي بتاخد شهر اثنين، وعارفين زي ما تكون كده من السرعه بتاعت، عارفين السنتريفيوجر فورس اللي هي لما الواحد يمسك خيط كده وفي كوره ويعمل كده وبعدين فجاه يسيب ايده اختفت، راحت في حته ما نعرفش هي فين دلوقتي. الالحان القبطيه ال 1048 لحن، 2000 سنة عايشين في حضن الكنيسة. ما تزعزعوش، ما تتحتحوش من الكنيسة. لولاكي كانت بتتقال على البلاش والناس في الهواء الجميل الممتع. الألحان القبطية بتاعتنا كانت بتتقال تحت الأرض أيام الاضطهادات. الناس مدفونة تحت الأرض وبتصلي. عمال اجري معلش عشان افوق. فبقول throughout the years many hymns and songs of different nations were composed but soon perished. When the Coptic hymn subsisted along centuries, people from all ethnic loved those hymns upon listening to them. فعلا انا عايز اقول لحضراتكم اي شعب في الدنيا بنروح نقدم له الالحان دي بيحب الالحان. ما اعرفش ازاي. الالحان لما بتتقال صح بتتقال بفهم. الدسقلية وتعليم الرسل بتقول ان من يرتل الالحان يجب ان يكون قوم ممتلئين من الفهم والحكمه والموهبه. لو الالحان اتقالت بالفهم والحكمه والموهبه بتكسر الدنيا. احنا كنا في استونيا في فبراير اللي فات، فرقه ديفيد، ما طلعناش الفرقه كلها، الفرقه كلها 57 واحد عشان البادجت والحاجات دي، فطلعنا 10 افراد، 10 قلنا 14 لحن في حفله تسقيف لناس اساسا ولا واحد فيهم لا بيعرف العربي ولا بيعرف حتى يمكن قبطي، طبعا ما بيعرفوش ويعني انجليزي الى حد ما، وبيسمعوا 14 لحن قبطي ما لهمش علاقه بيهم خالص، لان الالحان بتاعتهم زي ما حضراتكم عارفين ان الالحان الغربيه فيها مقامين اثنين اللي هو الماجير والمينير، اللي هو السلم الكبير والسلم الصغير. احنا بقى بنقول بيات وصبا وحجاز وجهركا ومقامات غريبه على ودانهم. عايز اقول لكم احيانا لانه مش متعود انه يسمع المقام ده فممكن يتعب، يعني ممكن المقام ده يتعبه، نغمة غريبة عنه فيبقى يكشش منه. تسقيف متواصل لمدة 7 دقايق، ودي مش أول مرة تحصل بس عشان لسه جاي من هناك فالتسقيف لسه في وداني. 7 دقايق متواصل، وبعدين واحد مايل عليا قال لي خلي بالك لو ما عدتش لحن هيفضلوا يسقفوا كده. يعني الحل عشان ننهي القصة دي لأن هم إحنا عمالين عندهم كده نقص وجعنا. فقال عشان ننهي القصة دي لازم تقول لحن تاني. أول ما وقفت قلت لحن تاني، راحوا مسقفين بس في النهاية راحوا مشيين. دي الألحان القبطية. في كل بلد رحنا قدمناها الناس انبهرت بيها، حبتها. لأن الألحان دي ألحان عريقة، لها قيمة روحية، لها قيمة حضارية، لها قيمة موسيقية. فهي مكتملة الجوانب. لما تيجي تقارنوها بالاغاني اللي هي بتطلع وتختفي، بتطلع وتختفي لان لا فيها قيمه روحيه ولا قيمه موسيقيه ولا قيمه حضاريه. عشان كده هذه الالحان عاشت كل هذه الايام. People from all ethnics